أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. في حلقة هذا الأسبوع سنناقش موضوعين. الموضوع الأول عن التجنيد الإجباري لطلاب المدارس والأطفال والشباب في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الانقلابية، ما أثر هذه الخطوة على الواقع التعليمي في البلاد وما انعكاساتها على الحالة النفسية للآباء، وما موقف المجتمع الدولي والمنظمات المعنية تجاه هذه الخطوة. في الموضوع الثاني سنناقش تضييق الميليشيا على الحرية العامة في المناطق الخاضعة لسيطرتها على خلفية إغلاق الكافيهات بحجة منع الاختلاط مؤخرا واعتقال الناشطين وقمع المظاهرات السلمية وغيرها من الانتهاكات. قبل البدء باستقبال اتصالاتكم للمشاركة في هذه الحلقة، نذهب لمشاهدة التقرير التالي والذي عده الزميل عمر النهم. حالة الاستنزاف التي تواجهها ميليشيا الحوثي في أكثر من جبهة جراء هزائمها الميدانية المتتالية اضطرت قيادات الجماعة للبحث عن طرق أسرع لسد الفراغ الميداني، فتوجهوا لتجنيد طلاب المدارس في المناطق والمحافظات الخاضعة لسيطرتهم، حيث كثفت الميليشيا الانقلابية عبر مشرفيها مؤخرا وبشكل غير مسبوق من حملات الاستقطاب والتجنيد في المدارس لاستدراج الطلاب والتغرير بهم عبر المحاضرات وتوزيع ملازم التحريض الجهادي، إضافة لتوزيع مواد صوتية ومرئية تحض الطلاب على القتال. لم يقتصر الأمر على النزول الميداني إلى المدارس فقط، بل امتد إلى تخصيص برامج إذاعية وتلفزيونية تدعو صراحة إلى وجوب الالتحاق بالجبهات باعتبار ذلك واجبا وطنيا ودينيا. وقد دعا أحد وزرائهم إلى إيقاف العملية التعليمية لمدة عام والدفع بالطلاب والمعلمين إلى جبهات القتال، بينما تجاوز أحد مرجعياتهم كل الاعتبارات باستخدام كل من يرفضون التجنيد كمتارس. الذي هو كاره ما يحصل من شيء، أو استخدم لو نعمله مترس. مراقبون أكدوا أن أغلب القبائل المؤيدة للانقلاب أوقفت مؤخراً التجنيد للميليشيا بسبب تزايد أعداد القتلى من أبنائهم، ولذلك ألزمت الميليشيا عقال الحارات حصر الأسر التي لديها أبناء قادرون على حمل السلاح بغض النظر عن أعمارهم، وبذلك تمارس ابتزاز الآباء الرافضين لتجنيد أطفالهم. وخوفاً من تجنيد أبنائهم تحت تأثير التهديد، تقوم مئات الأسر بتهريب الأبناء حفاظاً على حياتهم، وهو ما يجري تماما في مناطق الحديدة التي يقود فيها أبرز قادة الميليشيا الميدانيين أبو علي الحاكم حملة التحشيد والتجنيد بحجة الدفاع عن الوطن. إذا نبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم في هذه الحلقة. لدينا اتصال. أهلا وسهلا. أيوة مرحبا. أهلا بك أخي، تعليقك ومشاركتك في الموضوع الأول حول التجنيد الإجباري الذي تقوم به الميليشيا ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها. طبعا أحب أن أنوه أولا إلى أن الميليشيات الحوثي التي بسطت سيطرتها على المناطق التي تحكمها الآن بالقوة تدرك أنها لا تمثل أي وجود حقيقي وأن نسبتها قليلة جدا، فلذلك هي تسعى إلى دفع الناس للمشاركة في هذه المعركة بهدف أن تشغلهم بالدفاع عن وجودها وبقائها، بينما تنشغل هذه الجماعة في نهب وسلب ممتلكات الناس وفي السطو على حقوقهم وعلى مصادرة الأملاك الخاصة. طبعا هناك طرق عدة للإجبار، صحيح أنهم الآن بدأوا في المدارس بإجبار الطلاب والمدرسين، لكن ايضا من وسائل الاجبار هو قطع الرواتب، لان كثير من الناس عند انقطاع الرواتب يجدون انفسهم مكرهين للدخول في صفوف هذه الجماعه والمشاركه في الجبهات بدافع الحصول على بعض الاموال. من خطوره استهداف المدارس وتجنيد الاطفال والموظفين والمدرسين هو إفشاء العملية التعليمية برمتها، وهذا يصب في صالح الجماعة من عدة نواحي. أولها تنصل هذه الجماعة من التزاماتها تجاه الموظفين وتجاه العملية التعليمية في البلاد، حيث أنهم لا يصبحوا يعني ملزمين بدفع الرواتب لأن الناس قد اتجهوا نحو الجبهات. كذلك هذا يفشل العملية التربوية لأنه كثير من الناس
عندما يجدون توجه الميليشيا تجنيد طلاب المدارس أو فيعزفون عن تسجيل أبنائهم وإلحاقهم بالمدارس للتعليم. من خطورة ذلك كذلك أنه تكريس الجهل، لأنه الآن إذا استمر هؤلاء الطلاب في العملية التعليمية أنهم سيتعلمون سيكونون مستقبلا جيل واعي يرفض تواجد هذه الميليشيا. لذلك سعوا نحو إفشال العملية التعليمية بتجنيد الطلاب والمدرسين إجباريا حتى تتوفر لهم بيئة من الجهل يستغلونها في نشر أفكارهم. طيب الخطورة كذلك هو عملية تغيير المجتمع، لأنه كما ذكرت سابقا لكونهم جماعة ليس لها حاضنة شعبية هم يسعون لتغيير عقول الناس بإلحاقهم بالجبهات وكذلك بإقامة دورات لهم لتغيير عقولهم وفكرهم بحيث تستطيع هذه الجماعة أن تتوسع أكثر. طيب كيف يمكن حماية طلاب المدارس من هذه العملية التي تقوم بها الميليشيا بالتجنيد الإجباري لهم؟ الحماية تتم بتفعيل دور الأسرة، يجب عليهم أن يهتموا بأبنائهم ويوعوهم ويحافظوا عليهم منعهم من إرسالهم إلى الجبهات، وكذلك يتابعونهم فيما يتلقونه من تعليم في المدارس، لأن الآن يتم استغلال بعض المدرسين الذين فعلا يوالون وناصرون جماعة الحوثي بتغيير فكر الطلاب وإقناعهم. بعض الطلاب يلتحقوا بهذه الجماعة ويلتحقوا بجبهاتها، وذلك بقناعة عن طريق مدرسين، عن طريق طلاب، عن طريق يعني أعضاء هيئة إدارية في المدرسة. ليس كل الطلاب يذهبوا بالإجبار، بعضهم يتم إقناعهم فعلا. لذلك يجب على الأسرة أن تقوم بهمتها وتتابع أبنائها ماذا يدرسون وبمن يتأثرون، ويتابع أبنائهم ويحافظوا عليهم من التأثر بهذا الفكر أو من الالتحاق بصفوف الجماعة. أشكرك جزيلا أخ وائل. اتصال آخر. الأخ أحمد، أهلا بك أحمد. أهلا وسهلا أحمد، تعليقك مشاركتك في الموضوع، لماذا لجأت الميليشيا إلى تجنيد الأطفال وطلاب المدارس والزج بهم في جبهاتها؟ بالنسبة لي موضوع تجنيد الأطفال والزج فيهم في جبهات هو أولا يبين ضعف الجماعة عسكريا. الجماعة استنزفت عسكريا وصارت الآن تدفع بالأطفال والطلاب إلى المحرقة. هذه من ناحية. من ناحية أخرى هي تريد خلق جيل غير متعلم وغير واعي، جيل بدل أن يكون متسلح بالعلم يصير متسلح بالقتل والجريمة. هي تريد خلق هذا الموضوع. هذا من ناحية الاجتماعية. وهناك صراعي كذلك اقتصادية بعد الأطفال وأمورهم تدخل أبنائهم في جبهات، لأن الوضع المعيشية والصعبة للمواطنين. المحارق والمهالك وهم يعلمون النتيجة مسبقا يعني، ولكن من أجل إعالة من تبقى من الأسرة يجعلهم يغامرون في ذلك. الشيء الآخر وهي الجماعة هذه لا تحمل أي قيم لا أخلاقية ولا اجتماعية ولا تلتزم لا بمواثيق ولا بمعاهدات ولا بأعراف حتى، ولذلك تسعى حتى لتجنيد النساء وليس الأطفال فقط. هي تريد خلق بيئة صراع، بيئة حاضنة للعنف والتطرف. طيب ولذلك هي تسعى لتجنيد الأطفال والنساء لهذا الموضوع يعني. طيب يعني لطالما أثير هذا الموضوع وخطورة وتداعيات وانعكاسات هذه الخطوات التي تقوم بها الميليشيا من تجنيد وإجبار الأطفال على الالتحاق بالجبهات، ما تفسيرك للصمت المجتمع الدولي والمنظمات المعنية؟ المنظمات أغلب المنظمات العاملة في مجال الحقوقي والمجال هي مع الأسف منظمات استرزاقية. أما من ناحية المجتمع الدولي، المجتمع الدولي أنا يمكن للأمم المتحدة أن حلت صراع في أي دولة في أي منطقة من مناطق العالم، هي تؤجج الصراعات. والمجتمع الدولي أو ما تم الأمم المتحدة أو مجلس الأمن هو يكتف ويعتاش على الحروب والصراعات. إذا انتهت الحروب والصراعات انتهت مجلس الأمن والأمم المتحدة.
فلذلك هم يؤدبوا الصعاب او يسمى اهل المعركين من مناطقهم الى ساحتنا العربيه. مع الاسف ونحن نتقبل ذلك يعني، وقدمنا ان نكون اداه طيعه في لاهدافهم لتنفيذ اهدافهم. هذا من ناحيه. اما من ناحيه احنا لا نعول على المنظمات المجتمع المدني ولا نعول على منظمات الدوليه ان تصنع حيال ذلك شيء. واكثر شيء ممكن يقدمونه هو الادانه لا غير. حتى الادانه اللي يطلب ان يقوم بها يعني لم تتم او لم يقوم بها. وهذه من مهامهم المحتمة كانت. هذا الشيء الآخر الذي هو كان إفراغ العملية التعليمية من محتواها، تحويل الأطفال أو من المدارس إلى المدارس ليتخلوا عن الالتزام اتجاه المجتمع من ناحية التعليمية. لأنه صار الآن إما أن تذهب إلى المدرسة وتقتح إلى الجهاز إجباري أو إنك تنتظر في البيت. طيب شكرا جزيلا لك أخ أحمد. اتصال معنا الأخ عبد الله المساوي من رئيس منظمة شاهد، إحدى المنظمات المعنية بحقوق الإنسان. أهلا بك أستاذ عبد الله. مرحبا، حياكم الله. حياك أستاذ عبد الله. بداية، تفسيرك لإقدام الميليشيا على هذه الخطوة بتجنيد الأطفال وطلاب المدارس، وكيف يمكن حماية هؤلاء الأطفال؟ إقدام الميليشيا الحوثية على تجنيد الأطفال في المحافظات الخاضعة لسيطرتها يعد إفلاس من قبل هذه الميليشيات لما تلقاه من هزائم في الجبهات المتلاحقة الممتدة من الساحل الغربي إلى في جهات الغرب إلى آخر جبهة في رازح وميدي والجوف، وتشعر بخسائرها في الأرواح في المقاتلين المغرض بهم من قبلها في جبهة القتال. فلجأت بعد ذلك إلى تجديد الأجراء للأطفال أطفال المدارس بشكل إلزامي وإجباري وبدون رضا عليهم، وفرضت شروط على عدد الحارات والمشايخ والشخصيات الاجتماعية في المحافظات التي يختلفها، وأزمتهم كل شخص أو هذه الحارة يأتي بالدفع عن الأطفال. تلقيت عدد من الباقات من أمانة العاصمة ومن حول صنعاء ومن عندما على وجه الخصوص في أكثر المحافظات التي تم التجنيد هي المار عمران صعد حجة. الآن بدأ سجون الأطفال من محافظة الحديدة إلى ذلك المحافظة. في قانون الأول قبل أن ندخل في قانون الحراسة التجنيد والإسلام حرم مثل هذه القانون الدولي وجعلها جريمة حرب من جند الأطفال وزج بهم إلى جبهات القتال. أضف إلى ذلك أن دستور الجمهورية اليمنية وخاصة المادة ويعاقب عليها في القانون. هذه الميليشيات أفلست وخسرت كثير من المغرض بهم ولجأت إلى هذه الحيلة التي ليست من أخلاقنا ولا من عاداتنا ولا من قيمنا ولا من شيمنا. وزجت هؤلاء إلى جبهات القتال دون رحمة ودون أن يقوموا فيهم إلا ولا ذمة. في سياق الموضوع تسلمت دولة رئيس الوزراء عدد من الأطفال هنا في محافظتنا، تسلمتهم السلطة المحلية وإدارة الأمن ممثل وزارة الداخلية من التعارف العربي عدد 27 طفل. اليوم استدعينا السلطة المحلية وإدارة أمن محافظتنا وسلموا هؤلاء الأطفال لمنظمة شاهد الحقوق والتنمية ومكتب حقوق الإنسان في محافظة مأرب وفريق هدى فريق إقليم سبا لكي نقوم بالتأهيل لهؤلاء الأطفال من الناحية النفسية والاجتماعية والثقافية والفكرية. صراحة جلسنا مع هؤلاء الأطفال يا أخي وهم عينة من الأطفال التي زجت. طيب ما الذي توصلتم إليه بلقائكم وجلوسكم مع هؤلاء الأطفال؟ كيف يتم تجنيدهم؟ هل الموضوع اختياري إجباري؟ ما الذي توصلتم إليه من معلومات؟ للأسف الشديد من أغلب الحالات يغرر بهم لغرض أو بحجة إما
بحجة الذهاب لدورات في العاصمة صنعاء ومثل ما يشعرون بأنفسهم إلا في جبهات القتال، أو بحجة تجنيد كأمنيات في النقاط المتواجدة في المحاضرات التي يصلونهم منها ويتم زجهم في جبهات القتال. وبصورة أخرى وبعض الحالات 3 إلى 4 أخذت عنوها بدون علمهم أنهم سيذهبون إلى التجنيد. ولكن هذا أنهم نأخذوا لكي يذهبوا إلى التجنيد يغضب عليهم بأنهم سيتلقون دورات تدريبية ولن يزجوا بهم إلى جبهات القتال. سلمت السلطات المملكة العربية السعودية رسميا برعاية قادم الحرمين الشريفين إلى السلطات اليمنية سلمت 27 طفل. أخي سمعنا إلى قصص من هؤلاء الأطفال، أحد هؤلاء الأطفال زج به في جبهة صعدة وأصطاب للأسف الشديد في رأسه، لكن الجيش السعودي جيش المملكة اعتنى بهذا الطفل. هو فقد الذاكرة وتم تأهيله حتى بدأت الذاكرة تعود إليه ويعود له النطق والحركة في جسمه. جلسنا مع الأطفال، هناك قصص مأساوية، هناك قصص ستظهر للإعلام وقصص ستبقى طي الختمة والانتهاكات طارت هؤلاء الأشخاص لا ينبغي أن نقولها للعامة. طيب شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله المساوي رئيس منظمة شاهد، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، كنت معنا من مأرب. اتصال آخر. طيب بالإمكان الذهاب إلى استعراض بعض المشاركات التي وصلتنا من خلال الواتساب حول الموضوع. ظهرت إلى السطح في الفترة الأخيرة جريمة التجنيد الإجباري، وذلك باستغلال ما تم نهبه من قبلهم من سلاح وأموال كانت تابعة للدولة التي انقلبوا عليها بإجبار المدنيين من عوام وموظفين وطلاب على الذهاب إلى الجبهات للقتال والدفاع عن وجود هذه الجماعة الطائفية وليس لأجل الوطن. جماعة الحوثي تعمل بقوة على قتل التعليم باليمن لخلق بيئة أمية وجهل، تؤمن بالخرافة والشعوذة كما كانت الإمامية التي ظلت تحكم بالثالوث القاتل الفقر والجهل والمرض، حيث قامت ميليشيات الحوثي بالضغط على مشايخ وعقال الحارات بالدفع بمزيد من المقاتلين يقومون بالتهديد والترهيب على الآباء ومن يرفض يدفع مبالغ خيالية لينجو بأولاده. استخدام جماعة الحوثي للأطفال وتجنيد الأطفال وخاصة في المدارس والحواضن الطلابية التي تقع تحت سيطرتها يدل بما لا يدع للشك بأن هذه الجماعة جماعة إرهابية، جماعة تتغذى على الدم لا تهم الطفولة وتخالف الأعراف والقوانين الدولية والقوانين والتشريعات المحلية. هذه الجماعة التي أنشئت على الفكر الإرهابي دائما وكما عودتنا تستخدم كل مباح للوصول إلى السلطة ولتحقيق أهدافها. بخصوص لجوء الميليشيات لتجنيد الأطفال، طبعا هذا أسلوب يعني متعارف عليه من زمان أول ما بدأت هذه الجماعة ومن قديمين أسلافهم. طبعا ليست الفكرة بالأطفال، الفكرة في من سيقبل الخطاب، من سيتقبل الخطاب يعني وسيؤمن فيه. فدائما الطفل هو الأقرب يعني للخطاب العاطفي والغير يعني منطقي بصراحة. طبعا ساعدهم كثير ثقافة المجتمع اليمني، ثقافة المجتمع هي ثقافة سلاح، يعني الآباء الطفل لما يشوف أبوه يفتخر بالسلاح وبالرجولة وكل شيء دائما يحب الطفل أنه يبرز مظهر الكبير، فهذا ساعدهم كثير. طبعا استغلوا هذه الفكرة، في تقارير تحدث عن 70% من. إذا تابعنا هذه المشاركات حول الموضوع من خلال واتساب، لدينا اتصال الأخ خالد من السعودية. أهلا بك خالد. أهلا بك أستاذ سامي، تفضل. شكرا للسماح لنا بالمشاركة حول هذا الموضوع المهم جدا. طبعا ميليشيات الحوثي لجأت إلى التجنيد الإجباري مؤخرا لها أبعاد ودلالات كثيرة. طبعا كشفت الحملة المنظمة لتجنيد الأطفال والتي شرعت بتنفيذها ميليشيا الحوثي عن حجم الخسائر البشرية الفادحة التي منيت بها، وأدى النزيف العددي المتواصل في صفوف الميليشيات، وهذا أصبح كأبوس يؤرق مضاجع عادة الميليشيات ومشرفيها الميدانيين. ولجأت إلى التجنيد الإجباري طبعا بالتزامن مع توسيع حملات الاستقطاب الممنهجة للشباب والأطفال من المدارس والشوارع كذلك. وانتشرت الحملة مؤخرا طبعا بإشراف من وزارة الدفاع الحوثية تحت اسم الحملة الوطنية للتجنيد، والحملة تم إطلاقها بمشاركة عدد من الجهات والقطاعات بما في ذلك القضاء وعلماء الدين والخطباء ومسؤولين حكومتهم الانقلابية في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.
طبعا شاركت معهم ما تسمى برابطه علمائهم التابعه لهم في 9 من يناير اعتقد من الشهر الجاري، ودشينت فيها حمله اطلق عليها حمله انفروا خفافا وثقالا، والدعوه الى النفير والشخير العام بمعسكرات التجنيد. طبعا يا استاذ سامي، هناك تقارير حكوميه وكذلك تقارير لمنظمات غير حكوميه بان الميليشيات الحوثيه تجبر الاطفال على التجنيد الاجباري والمشاركه في المعارك، وكذلك اجبار اولياء الامور بممارسه الترغيب والترهيب لهم. طبعا المراقبون يقولوا بان الميليشيات استخدمت الاطفال في حربها ضد الحكومه الشرعيه، وهذا يمثل انتهاكا صارخا لحقوق وحقوق الطفوله في اليمن. طبعا الارقام كبيره جدا للاطفال الذين لقوا حتفهم في جبهات القتال. طبعا اليوم احنا نشاهد في الاخبار بان اكثر من 27 طفل تم تسليمهم من قياده التحالف للسلطات الشرعيه في محافظه مارب. طبعا الاعداد الكثيره للاطفال والاثار جانبيه كثيره جدا مروعه في هذا التجنيد وتؤدد كثيرا المستقبل الدراسي. فالمساله لا تتوقف عند التجنيد الاجباري، بل وصلت حتى الى عمليه الخطف للاطفال وارسالهم الى جبهه القتال حسب تقارير محليه تفيد بذلك. طبعا المنظمه الدوليه تصنف جماعه الحوثي بانها بين اكثر الحركات المسلحه انتهاكا لحقوق الطفوله عبر التجنيد، وهناك اسباب كثيره جدا لتجنيد الاطفال، منها طبعا سهوله التاثير على قناعه الاطفال كونهم في سن صغيره، وقابليتهم على تشرب الافكار دون ابداء اي نقد او مقاومه. لذلك اعتمدت الميليشيات الدورات التثقيفيه للاطفال واللي هو الشباب طبعا لبناء عقيده قتاليه مظلله على اساس طائفي او تحت ما يسمى مقاومه العدوان. ثانيا الدعايات المظلله والوعود الكاذبه التي تبثها هذه الجماعات في وسائل اعلامها في المناطق التي تخضع لسيطرتها، وكذلك البند الثالث والتجنيد الاجباري للاطفال من خلال الضغط على الوجهات الاجتماعيه من مشايخ واعيان ومؤثرين في المحيط والقيام بهذا العمل او تعرضهم للغرامات والعقوبات. طيب خالد، كيف يمكن حمايه هؤلاء الاطفال من هذه الممارسات؟ يمكن حمايه الاطفال من هذه الممارسات عن طريق نشر الوعي ونشر الوازع الديني والوطني لدى اولياء الامور الضعفاء النفوس، وكذلك نشر ثقافه الوعي في المدارس والقطاعات التعليميه. طبعا اكبر تاثير كان على نزوح الطلاب طبعا والتسرب من المدارس هو انقطاع العمليه التعليميه بسبب توقف رواتب المعلمين، وهذا كان اهم الاسباب لاستقطاب الاطفال والزج بهم في جبهات القتال. كذلك الظروف الاقتصاديه والانسانيه التي يمر بها البلد تجعل بعض اولياء الامور من ضعفاء النفوس يسمحوا لابنائهم بالذهاب لذلك. لذلك يجب على الجميع نشر ثقافه الوعي ونبذ هذا العمل الذي لا يرضاه للعرف ولا نرضاه نحن اليمنيين لابنائنا واخواننا والزق بهم في حروب يعني لا هدف لها اصلا من اجبارهم فيها. اشكرك جزيلا خالد على كل هذه المعلومات والمشاركه القيمه معنا في هذه الحلقه، شكرا جزيلا لك خالد. نذهب ايضا لاستعراض بعض المشاركات حول الموضوع من خلال فيسبوك. الاخ القلم يقول ويصف نفسه بالقلم الانيق طبعا: بين الحين والاخر يبقى المواطن اليمني هو المتحمل الوحيد لهمجيه جماعه الانقلاب التجنيد الاجباري، خطوه اتخذتها الميليشيا مؤخرا في المناطق الشماليه لتعزيز جبهاتها. نحن حزينون لهذا الوضع الذي لا حول لابناء الشمال فيه ولا قوه، فهم اليوم يجبرون على التجنيد الاجباري. يا ترى ماذا بعد هذا التصعيد؟ مشاركه اخرى. الأخ علي يقول: كنت قد تكلمت مع الوالد في صنعاء قبل أسبوع بشأن التجنيد الإجباري، قال الحوثيين بدأوا يفرضوا التجنيد على كل من لديه 3 أفراد في البيت، أن يجند واحد ومن لديه 4 أن يجند 2، أو يدفع مبلغ مالي يقدر بحوالي 200 أو 300 ألف ريال عوضا عن ذلك.
ما دفع بالوالد إلى محاولة الهروب بأخي الذي أكمل الثانوية خارج اليمن خوفا من استهدافه أو أخذه من قبل الحوثيين. الأخ علي شاركنا يعني قصة وحديث دار بينه وبين أبوه. الأخ معتصم يقول التجنيد الإجباري موجود في مناطق سيطرة الميليشيا، وهناك تعميم على عقال الحارات والمشايخ في تلك المناطق على رفع كشف أسماء للمجندين من كل أسرة، وإذا لم يتم سوف يتم دفع أولاد العقال والمشايخ إلى الجبهات، وهذا خبر أكيد 100% من مصادر موثوقة. الأخ نبيل يقول هذا دليل قاطع على انهيارات في صفوفهم من قادة وجنود، ولم يعد يبقيهم في المحافظات غير المحررة إلا بطشهم وإجرامهم والضرب بيد من حديد لأي حركة تحرر. طيب لدينا اتصال أيضا. الأخ نبيل يا أخ سامي وعلى الجمهور الكريم، أهلا بك نبيل، تعليقك ومشاركتك في الموضوع تفضل. أخ سامي، كما هو معروف في مثل هذه الحالات التجنيد الإجباري وغيره، ومن خلال قراءتنا للمعركة 3 سنوات وكذلك خطة الحوثي الذي هي الخطة الإيرانية بالدفع في الحروب بأكبر قدر ممكن، وهذا ما ينتجه ميليشيا الحوثي وما انتجته إيران أثناء الحرب العراقية، هو عندما يريد أن يصل إلى هدف يبطش ويضرب بالحديد، وكذلك تكون أكبر كمية من قواته تهجم، لا يهمه أن يقتل حتى 1000 بغرض الوصول إلى هدف معين. فمن هذا خلال 3 سنوات نحن نعرف، وخلال ما دخلوا صنعاء بأكثر قوات ممكن وقتلوا كثير، فلذلك استهلكت جبهتهم الداخلية، القادة العقائديين كما يسمونهم أو من تربوا في صعدة قتلوا في معارك كثيرة، كذلك الجنود، فلذلك لجأ آخر المطاف وهي تعتبر نكسة له كبيرة إذا ما تحركت الشرعية وتحركت التحالف في هذا الوقت الذي يعتبر نقطة ضعف كثير، وهو يتضاعف يوما بعد يوم، ولذلك طلب التجنيد الإجباري وبدأ بخطته، ليست الغريبة أو الجديدة على المجتمع اليمني، خطة تاريخية للإماميين عندما يدخلون في ضعف الدولة ويحاربون الدولة ويتقون، ثم يبدأ عندما تهلك هذه الميليشيات وعندما تهلك هذه السلاليين يبدأون بتجنيد القبائل بالبطش باليد من حديد بكل قوة ليحافظوا على أنفسهم قدر الإمكان من أجل أن يتلافوا الخسائر ليرجعوا بمكون آخر كما هي الهاشمية السياسية من الستينات إلى الآن. أخي، ما يحدث في الحارات في صنعاء أو في المناطق التي لا زالت تحت سيطرتهم، عندما هم أساسا أرادوا أن يدمروا حاضر اليمن ويدمروا المستقبل، دخلوا المدارس ويجندون الأطفال، وهناك معلومات مؤكدة ونعرف عن ذلك أنهم في أثناء الحصص خوفا من الأهالي أن يخافوا يأخذوهم حصص مدرسية ويعطوهم السندويشات وغيرها ويعطوهم دروس في التدريب ودروس في العقائد التي من ملازم الحوثي من أجل ذلك ليسهل عليهم تجنيدهم. كذلك الخطة الأخرى إجبار الأهالي في المجتمعات على التجنيد كما هو موضح، من لديه 2 أو 3 لابد أن يعطي بواحد أو مردود مالي. هذه الميليشيات السلالية هي تعيد نفس التاريخ الإمامي، سواء من الإمام الهادي إلى الرشدي إلى الإمام يحيى والإمام أحمد في قتالهم مع السعودية في الخمسينات، تعيد نفس التكرار وتعيد نفس هذا. لكن نحن قد لا نلوم المجتمع بكثرة، لأن الحوثي أي حركة تمرد في سواء في صنعاء في المناطق التي لا زالت عليه يبطش بيد من حديد، يضرب يهتك، وهذه قوته أمام الضعفاء. لكن تحرك الشرعية، تحرك دول التحالف من أجل في هذه الفرصة التاريخية عندما هو ينهار من أجل إنقاذ الناس من هذا، لأنه لا بد له أن يأتي بوقود، لا بد له أن يرهب المجتمع، والمجتمع لا حول له ولا قوة، ويريد أن إذا قام على الحوثي سيفجر بيته ولا أحد يقوده إلا إذا كان هناك حركة تمرد من الداخل، فالأصل أن المواطنين يعملوا هكذا. أخي، حدث في صنعاء في مدرسة من المدارس يكلمون أحد أولياء الأمور أن ابنه أتى ويبشرهم لقيت وظيفة في منظمة ما، وعندما استوضحوا بالخبر هو تجنيد للحوثيين ويوهمهم تحت شعارات أخرى أنها منظمة وكذلك وأمنية في العاصمة وما ومن هذا القبيل، ويخدع المجتمع كما هو مأخوذ لديه من الكذب والتضليل والتقية وغيرها. فلذلك
أقسامي. نحن ندعو لأولياء الأمور أن ينتبهوا إلى أبنائهم ولا يزجوا بهم إلى محارق الحوثي. ندعو الشرعية أن تنقذ ما تنقذه في هذه المدن التي لا زالت تحت أيدي الميليشيات، إنقاذ للناس الضعفاء المساكين الذين لا حول لهم ولا قوة، سيكون وقود هنا وهناك يعني بالأخير. أشكرك جزيلا أخ نبيل على هذه القراءة للموضوع، شكرا جزيلا أخ نبيل الفقيه من المملكة العربية السعودية. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة من المنصة. لنمعن النظر قليلا لا مستقبل يضيء في أعينهم، فالماضي يحاول صبغ حياتهم بالسواد. أردنا لهم الأمان والدواء والابتسامة، فكان البؤس والخوف والحرمان. انتزعهم الظلم وداهمتهم الحرب وانقطع اللحن. الطفولة في زمن الميليشيا. إذن من جديد أهلا بكم، وصلنا إلى المحور الثاني من هذه الحلقة، سنناقش فيه وضع الحريات العامة في صنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، على خلفية قيامها مؤخرا بإغلاق الكافيهات ومنع التظاهرات السلمية والتضييق على حرية التعبير، وقيامها بالكثير من الممارسات التي تنتهك الحقوق والحريات الفردية والعامة. بإمكانكم المشاركة معنا والتواصل من خلال الاتصال والتعليق أيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. لدينا اتصال أخ عمار مرشد الناشط شبابي من العاصمة صنعاء. أهلا بك أخ عمار. مرحبا أخ عمار، برأيك إلى أين تتجه الحريات العامة في العاصمة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي على وقع الخطوات الأخيرة المتخذة من قبلها؟ شوف، عشان اكون صادق معك عزيزي سامي، مش الى عين كثير للحريات، هل في حريه او لا؟ فعليا ما فيش حريه في اليمن في الوضع اللي بنمر فيه الان. ويعني اكبر دليل انه اي شخص ممكن يطلع على الاعلام او يتكلم بحريه حتى عن طريق الفيس بوك يعتبر مخاطره وبيواجه مشكله، يعني حتى اطفالي الان يعتبر مخاطره، لان بنتكلم عن شيء معدوم داخل العاصمه صنعاء في ظل الاوضاع اللي بنمر فيها مرتبط بالسلمين، والوضع الذي بنمر فيه في صنعاء مش بسيط. احنا نتكلم عن حريه راي التعبير لانه من عدم في اساسيات الحياه الاول، الرواتب منقطعه، الكهرباء، الغاز، الاشياء هذه كلها تعتبر اساسيات حياه موجوده، بينما حريه الاعلام تعتبر جزء مكمل لهذه الاساسيات. مثلا مجرد انك بس تتخيل وتفكر كيف انه حنوصل في المرحله القادمه، من وجهه نظري الحريات معدومه، مش هي معدومه في الوضع. طيب، العديد من الممارسات تقوم بها الميليشيا للتضييق على الحرية العامة وصولا إلى الخطوة الأخيرة بإغلاق الكافيهات، كيف يمكن فهم وقراءة هذه الخطوات والممارسات؟ في أي سياق يمكن وضعها؟ إلى أساس المجتمع اليمني في صنعاء نايم تماما، أو نقدر نقول أنه خايف تماما من أنه يواجه مثل هذه الممارسات والسلوكيات الخاطئة من قبل الحوثيين. وانا من وجهه نظري يعني بسيطه ومتواضعه اتوقع انه ما حيكون في اثر كبير، ولا حتى ذلك الحوار يعني التحول الديمقراطي او حتى الشعبي او حتى الخروج للمطالبه ضد هذه الممارسات او السلوكيات وانهائها. وهذا يعتبر مؤشر خطير جدا، انه الشعب مش قادر يخرج يتكلم، مش قادر يخرج يعبر عن رايه، او بالاصح مش قادر يخرج يطالب بحقوقه الاساسيه في البلاد. فكيف ممكن يخرج يطالب بحريه التعبير والى اخره؟ اغلاق الكافيهات تعتبر بالنسبه لي من وجهه نظري الشخصيه هي عباره عن تخبط للحزبيين، وهذا يعتبر انهم بسم الله مرحله ما عاد انهم تخطيط، ونسي موضوع الحرب، ونسي موضوع الوضع المأساوي والإنساني في اليمن، ونسي كل الاشياء، وتكتب اشياء بسيطه واخرى هنا تكتبها، بينما هم ملزمين في ظل الاوضاع هذه الحاليه انهم يشتغلوا على تصحيح الاوضاع في البلاد، لكن للاسف يتجهوا الى اشياء بتضركهم اكثر ما هم غايتين في المشاكل اللي هم معهم بسرعه.
طيب تقول الحرية العامة باتت معدومة داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، ما التخوف يعني من القادم؟ يعني ما الذي يمكن وما زال يعني متاح للناس وهناك تخوف من أن يتم قمعه من قبل الميليشيا؟ عجيبة. احنا الآن كل الإيرانيين داخل صنعاء منتظرين المعجزة، تكون معجزة مش عارف هل حتكون زي الأفلام أو زي الخيال العلمي أو حتى معجزة شعبية مش عارف. معجزة تخلي الشعب يصحى، يبدأ يطالب بأساسياته وحقوقه، وفي الأخير يعرف إنه الحوثي هم سلطة الأمر الواقع كما يقال سياسيا، وهم ملزمين بأنهم يوفرون لهم بيئة حياة ملائمة ومناسبة وإلى آخره. في حالة أن الحوثيين مش قادرين يوصلوا هذا الشيء، المفروض أنهم يستقيلوا ويقدموا إطالتهم ويتجهوا لحقوقهم الخاصة، يخلوا الوضع في صنعاء وتحديدا التطوير الاقتصادي والاجتماعي من كل النواحي، والاشخاص اللي قادرين ايا كان يا اما كانت من الحكومه الشرعيه او كانت حتى من ممكن حتى يشكلوا صندوق منظمات او جمعيات او اي شيء تشتغل على الوضع الانساني داخل البلد. لكن للاسف حريه معلومه، وضع انساني متدني اكثر واكثر، وضع اقتصادي شبه منعدم تماما. وصراحة يعني الحرية هي الأمان، هي أهم من الحرية. يعني لو كنت مرحلة أنك حاسس بالأمان حريتك حتخرج، بس إذا الأمان منعدم أنت ما حتطالب حتى الحرية. يعني الناس اليوم أكثر من سنة ونصف مش قادرين يخرجوا الشارع يطالبوا برواتبهم، والسبب الخوف، وهذا مؤشر خطير للعلم. وإحنا بنوصل مرحلة التطبيع، التطبيع هذه أسوأ من أي حرب، يا إما كانت حرب عصابات أو حرب حتى حكومات. التطبيع الشعب يوصل مرحلة يقول له إنه الراتب منقطع له سنه ونص، يقول لك عادي يقول لك غيره من سنه طبيعي، او تقول انه حصل انفجار او انهم هاجموا مسيره شعبيه بتطالب بتسليم الراتب او شيء، يقول لك طبيعي قد هاجموا من قبل ودفعوا له من قبل كذا. هذا يعتبر مؤثر خطير جدا في كل المجتمعات اللي بتمر بعدها زي غزه الجديده. اشكرك جزيلا عمار مرشد، كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. اتصال اخر، الاخت هند، اهلا بك هند. هند، أخت هند تسمعيني؟ طيب حول الموضوع أيضا نستعرض بعض المشاركات من خلال الفيسبوك. سمية تقول: سلب الحرية العامة وتضييق الخناق على السكان ليس بالأمر الهين، ولكنه لا شيء أمام جماعة قد سلبت حرية شعب بأكمله مع استمرارية الجماعة القادم العن. ريم تقول: برأيي اللي تركهم يتمادوا هم الشعب نفسه، ليش ساكتين؟ سكتهم يدل على أنهم راضيين، راضيين أن حريتهم تسلب، راضيين بالسرقة والنهب. لن يتغير الوضع إلا عندما الشعب يقوم ويصحى. الأخت أمل الحياة تقول: لو يطبقون الدين الصحيح فالموضوع عادي، برغم أن الدين ضمن الحرية الإنسان، وحرم قتله وأخذ ماله وظلمه، هم مجرد عصابة مسيطرة على دولة سوف تفعل فيها ما تريد. لو رجعنا للحوثيين من أين هم ولماذا أصبحوا هكذا لعرفنا السبب والإجابة. أيضا مشاركة أخرى لنفسها أمل الحياة: بوجود فئة عسكرية مسيطرة بالقوة لا وجود للحريات من الأصل، لا في مكان عام ولا غيره، مع عدم صرف المرتبات والفقر والمرض لا وجود لأي شيء. هلا تقول: اختلاط بأماكن عامة حرام، بس السرقة حلال، والافتراء وتجنيد الأطفال والنساء حلال. سحر تقول: يعني جت على الكافيهات قد فعلوا اللي أكبر من كذا، إيش باقي أكثر من قطع الأرزاق والتدمير والخراب والعشوائية ومستوى التعليم المتدني جدا، انتشار البطالة والفقر والأمراض والمرفقات الصحية السيئة والكثير، الله يزيلهم. تمام، آخر مشاركة. طيب اتصال مرة أخرى، الأخت هند من الرياض، أهلا بك هند. أهلا هند، تعليقك ومشاركتك في موضوع إلى أين تتجه الحريات العامة في العاصمة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا بعد ممارساتها وإجراءاتها الأخيرة في قمع هذه الحريات؟ بداية مساء الخير. طبعا ليس بغريب صدور مثل هذه القرارات من هذه الجماعة الإنقلابية. في البداية إغلاق في صنعاء، إغلاق الكافيهات أو منع الاختلاط ومنع الندوات الثقافية
تعتبر جريمة أو سلب حرية. بالمقابل أعتقد أن هذه الخطوة لا تمثل ولا تعتبر شيء أمام ما قامت به من جرائم تجاه هذا الشعب، لكنها تستمر في سلب كل حقوقه ومصادرة حرياته. لكن إغلاق الكافيات ليست بذلك السوء. ثانيا لماذا؟ الجماعة الحوثية جماعة ليست من أولوياتها أساسا إصلاح الدولة أو بناء دولة مدنية حديثة، لأنها مثلها كمثل الجماعات الدينية الأخرى، جماعة متطرفة. أول أولوياتها هي الحلال والحرام في أشياء لا تعنيهم ولا تعني الدولة أساسا. طيب كيف تتوقعي مستقبل يعني الحرية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا؟ هل ما زال هناك من مجال للتنفس للناس للتعبير عن آرائهم لرفض أي إجراءات وممارسة تقوم بها الميليشيا؟ أعتقد أن هذه القرارات ستنقلب ضدهم يعني في النهاية، لأنها لها مؤشرات إيجابية، لأنه سبب بتسبب في تضييق الشعب، فهذا يؤدي إلى كثرة الأصوات إن شاء الله ضدهم، وهذا يراجع يعني إلى الشعب إذا كان راغب في إزالة هذا الظلم الواقع عليه. شكرا لك هند من الرياض. اتصال آخر لك عبد العزيز. أيوة معك. أهلا عبد العزيز، مشاركتك في الموضوع، كيف تنظر لواقع الحرية العامة في العاصمة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا؟ كل صوت للإنسان يتم تبييده بشكل كلي، بدءا من المظاهرة النسائية التي خرجت قبل مدة للتعبير عن رأيها، لا أغلق كل المنتزهات والكافيهات وكل ما يخص الإنسان بشكل عام. كل ما قال في رأيهم ووجهتهم وفهمهم يتم جمعه بشكل سخيف. أخ عبد العزيز تسمعني؟ أيوة معك. طيب كيف تنظر للمستقبل؟ المستقبل تعدم كل حرية للإنسان. طيب شكرا جزيلا لك عبد العزيز من صنعاء، شكرا لك. وصلنا إذا لنهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة. في الختام تحية طاقم البرنامج ومعد البرنامج الزميل عمر النهيم، في أمان الله.